مريم، الو الو، مريم ازيك؟ انا بخير الحمد لله. مريم، ممكن تعرفينا بنفسك اكتر؟ انا اسمي مريم عطيه، من فريق التعافي هيكل اسكندريه، بكالوريوس مشهوره، وبشتغل في المشهوره من 2014، وبساعد في برنامج الرحله، مسؤوله عن مجموعه البنات التعافي من الادمان الاباحيه والعادات السريه. اهلا بيكي يا مريم. بما انك مسؤوله عن مجموعه بنات، ممكن تقول لنا ليه البنات بتمارس العاده السريه او بتحب الفرجه على الافلام الاباحيه؟ هي في 3 اسباب كبار كده. جزء منه بيبقى اكتشاف من الطفوله، في حاجه كده جت بالصدفه، ان انا استمتعت لما اتعاملت مع جسمي وما كانش فيه وعي كفايه ان حد يعلمني ازاي اتعامل مع اعضائي بشكل ما يأذنيش. وفي جزء ممكن يكون اساءات اتعرضت لها، اساءات جنسيه، على الرغم ان هي اساءه لكن حصل شكل من اشكال الاستمتاع او النشوه، وده بيحصل. وبرده ما كانش في مساحه امنه ان انا اقول او اتكلم او حد يعلمني ازاي احمي نفسي في الوقت ده. وجزء تاني انه في احتياجات ما اتسددتش، او مشاعر صعبه مريت بيها وانا صغيره، وما حدش كان حاسس بيا، ولا كان في فرصه ان اتكلم، وما كانش في بيئه امنه ليا. وممكن بقى الخلط كلها على بعض، يعني حصل لي اساءه واكتشفت ان انا برتاح لما بشوف فيلم اباحي، او لما بمارس عاده سريه، ولقيت نفسي في وقت غضبانه او وحيده او خايفه، فمخي زي ما دكتور نادر كان بيتكلم وداني لذات شكل او باخر. وابتدت الدايره بقى، ابتدت الدايره تلف بيا في الحته دي، وكل شويه ادخل وانعزل اكتر، وادخل في اوضه ضلمه اكتر، وانحصر وانعزل، واحس ان هو ده الحل السحري لكل حاجه، لانه انا كل ما بطلع بره ده واروح اعمل علاقات او اعمل اي حاجه اتخبط، وما الاقيش فرصه للامان، وابتدي بقى اعمل ليا عالم خاص كده في الادمان اقعد فيه لوحدي. وكل ما اطلع من الاوضه دي احس بخزي، واحس بذنب، واحس بعار، وترجع تاني الف عشان اطفي المشاعر دي بنفس الطريقه، وهكذا يعني. طيب مريم، بما انك انت في مجموعات بنات وبتتعاملي كتير قوي مع مجموعات البنات، هل بتحسي انه ان البنات صعب جدا انها تشارك باسرارها كده؟ بالذات انت عارفه انه صعب قوي ان انا كبنت اقول ان انا انا بمارس العاده السريه، انا بتفرج على افلام اباحيه. هل بتشوفي صعوبه من البنات؟ بصي، هو المشكله يعني في الحته دي عندنا كمجتمع، يعني انه احنا يعني ان في وصمه للحكايه دي. انا نفسي كبنت لما ببقى في الحته دي ما بقولش على نفسي ان انا مريضه او مدمنه او محتاجه مساعده، انا بوصم نفسي بكلمات صعبه المجتمع فرضها، زي انا بنت مش كويسه، انا عار، انا ما يصحش اعمل كده، اللي بعمله ده هيوديني داهيه، يعني جمل من او كلمات من ده بتصعب عليا المهمه، وبتخليني احس ان انا في حاجه مهوله جدا جدا ومرعبه، ومش مستحيل اخرج منها، ولو خرجت منها انا بفضحني. وصلت الفكره؟ يعني وانا بقول ان انا عايزه اساعد، انا كاني بفضحني. صح. فكره الفضيحه، وده للاسف فكر مغلوط، لانه احنا كلنا اذا تعرضنا لنفس اللي انا بحكيه ده هنبقى عندنا امراض مختلفه. مرض منهم اسمه ادمان الاباحيه والعاده السريه، ممكن يبقى عندي امراض ثانيه، بس عارفه شبه ايه كده؟ زي ما ينفع اقول انا عيانه في جسمي، لكن ما اقدرش اقول ان انا بروح لدكتور نفسي، حاجه شبه كده يعني، مع الفارق يعني، بس هو عيان، هو عيان، عيان زي اي عيان يعني. عيان انا ما استاهلش افضل فيه. طيب. وينفع اخرج منه. في المجموعات؟ طبعا في صعوبه يعني. نعم؟ في المجموعات بقى ازاي بتساعدوا البنات ان هي تتعالج او تبطل موضوع الاباحيه او ادمان العاده السريه؟ هو برنامج متكامل، المجموعات جزء منه بتشكل جزء مش قليل، هو في قرايات بتتقرا وواجبات بتتعمل، وفي مجموعات بنشارك فيها عشان لما بنلاقي القبول في عينين بعض، ولما بنلاقي ان احنا مش لوحدنا، بشويه بشويه كده الامان لما بيدخل كده وسطنا كمجموعه
ده بيخليني اطلع اكتر الوجع واطلع من قفل الضلمه ده لنور جديد. هي الازمه ان انا داخله في اوضه وزنقه نفسي في حته ومتخيله ان انا لوحدي فيها، ده اسوء حاجه. لكن لما بطلع وبشارك وبلاقي الامان والقبول للي بشارك بيه وبسمع اخر انا كمان، ده بيخليني شويه بشويه اطلع كل اللي جوه اللي انا مزنوقه فيه واللي بروح للادمان عشان انعزل فيه، وبكون علاقات جديده صحيه وامنه. العلاقات دي بتساعدني ان انا اتعامل مع كل المشاعر الصعبه اللي انا بجري للادمان عليها. كمان الادمان يعني البرنامج او التعافي يعني مش بس بيعتمد على المجموعات، لكن فكره ان انا اقرا، ان انا اتعلم لغه جديده اقولها لنفسي واقولها عن نفسي، وان انا يبقى في عبارات جديده بتمناها غير عبارات الادمان، غير اللي مخي بيوديني بيه. انا بدخل جمل جديده وبدخل لنفسي افكار جديده ازاي اتعامل مع كل المشاعر الصعبه. ده كل ده بيساعدني. المجموعات جزء مش قليل. انا فاهمه ان هو جزء بيهدد يعني كتير، لانه انا كاني هقول اسرار. لكن هي القيمه الاكبر للمجموعات هي فكره قبولنا لبعض ووجودنا جنب بعض في رحله انا مش عايزه امشيها لوحدي برضه، لان انا طول الوقت لوحدي. انا مش عايزه امشي رحله التعافي لوحدي. طيب مريم، احنا جات لنا رساله على الفيسبوك، واحده بتقول انها عندها احتياج عميق للحب والجنس، وهي عندها 30 سنه ومش متجوزه، وبتدخل على النت كتير وبتشوف فيديوهات، وشايفه انها مش هتبطل فيديوهات اباحيه غير لما تتجوز. فهل سؤالي ليك يا مريم، هل شرط التبطيل يكون بالجواز؟ يعني ابطل اباحيه وابطل انا اتفرج على فيديوهات لما اتجوز؟ لا يعني دي لا، لانه هي القصه فيها اعاقه، فيها مشكله حصلت في وعي احتياجاتي وتعبيري عنها والتعامل معاها عموما. فانا الموضوع يعني اكبر بكتير قوي من احتياج الجنس. احتياجي للجنس ده احتياج ما نقدرش ننكره، لكن القصه انا مش بس محتاجه ده، لان انا ما بروحش بس اعمل ده عشان انا محتاجه الجنس بس، لكن انا بروح ده عشان انا عندي مشاعر كتير وحاجات كتير جوايا انا ما اتعلمتش مهارات كتير اتعلم معاها. فانا لو دخلت على الجواز بالفكره دي انا هلاقي نفسي برضو مش مرتاحه، مش مسدد كل الاحتياجات. وهو صعب ان احنا نسدد، يعني ما فيش حد بيقول ان الجواز يقدر يسدد كل احتياجاتنا. انا محتاجه اتعلم مهارات جديده، لانه حتى صدقيني يعني حتى لو انا ما عنديش مشكله مع جنس، صعب قوي ان انا اعلق على الجواز انه يساعدني في حل كل مشاكلي. ده وهم مش حقيقي يعني، لانه ما فيش الفكره دي. الفكره دي فكره انا يعني في رايي يعني او شفتها مع بنات كتير، بتهربني ان انا اشيل مسؤوليه التعافيه، فبرمي بقى لحد تاني واجبر فكره الاعتماديه اللي دكتور نادر بتتكلم عنها. انا مش عايزه اشيل مسؤوليه التعافيه دلوقتي، فبحط حاجه يعني هتجوز وكل حاجه هتبقى كويسه. وانا محتاجه ادخل في علاقات شافيه وواسعه وكثيره عشان اقدر اتعامل مع احتياج الهدوء، مش بس علاقه ارتباط بس. شكرا جدا يا مريم، شكرا جدا ليكي، وشكرا لكل ارائك ومشاركتك لينا، ميرسي جدا ليكي. طيب اي حد واقف في حته مش عارف هو مدمن ولا لا، الموضوع ده في حياته ايه، ممكن يبعت لنا رساله خاصه على الفيسبوك يطلب فيها الاستماره. هنبعت له بتاعه رحله التعافي اللي كان بيتكلم عنها دكتور نادر، هنبعت له اللينك، بيدخل بيعمل زي اختبار كده بيقدر يحدد هو واقف في انهي مرحله. تقريبا في ثلاث مراحل، يا اما لا مش مدمن، يا اما مرحله متوسطه، يا اما ادمان شديد. اي حد محتاج يعمل الاختبار ده ممكن يبعت لنا رساله خاصه على الصفحه عندنا على الفيسبوك، واحنا هنرد عليه بالاستماره. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل هيبقى معانا استاذه ريهام الفريد، هي متخصصه مشوره في الاطفال كمان، احنا هنبقى بنتكلم معاها عن التربيه وازاي نربي ولادنا، وانه لو شفت ابني بيعمل كده ولا بنتي بتعمل كده المفروض يبقى رد فعل ايه. اي حد من الامهات او الاباء عنده سؤال هي هتبقى معانا بعد الفصل، استنونا.